بسم الله وكفى وسلام على العباد الذين اصطفى، ربنا اجعلنا نهتدي بهديك واجعل هداك خير النعم تسوقه إلينا يا ربنا بالليل والنهار، فزدنا يا منعم، زدنا من هذه الخيرات التي لا نملها ولا نكتفي بمعاقرتها، لأن خيرك حين يصلنا يزيدنا رغبة في عطاءاتك يا ربنا، يا لا تنقص طلبات العباد من إنس وجن في مخازنه المليئة بالخيرات، ولو كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر أو اليم، فماذا ينقص من هذا البحر أو اليم؟ ربنا ارفق بنا في كل أحوالنا واجعلنا نجتهد في البعد عن سحرة بني صهيون وسحرة الكرب وسحرة أهل الشرق والغرب. وقلنا كم من مرة أرى الولايات المتحدة عندها قواعد في ومن زمن طويل، مش النزاع وحدها، بل قواعد أخرى أكثر ربما سرية منها من النزاع. وقال جرب على الطبيعة البشرية كيف تسحق جماعة تمثل في رأيها خطر عليها وعلى مصالحها في الآن وفي المآل، إذا تحب توقع طوفان توقع، تسقط نظام تسقط نظام، سواء كان ما يهلك الحرث والنسل، ولا حبس الماء كذلك يهلك الحرث والنسل، وتأثير على ذاكرة الشعوب حتى الناس تموت، ما عادش عندها صلة بالطعمات، ما عادش عندها حنين إلى الإسلام الذي جاء وحررها من الأوثان. هذا شيء كبير، هارب وغيره وغيره من الجماعات السرية، بحوثها دائما دؤوبة نحو المزيد في إضرار من تبقى من إنسانية الإنسان. نسأل الله السلامة.